يسدل الستار اليوم على بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر بعد نحو شهر من التنافس بين 32 منتخبا. وقد أهدى رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ أغنية لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في المناسبة. ويستعد استاد لوسيال الذي يتسع لنحو 89 ألف شخص لاستضافة نهائي مونديال 2022 بين الأرجنتين وفرنسا في مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم. وقبل أن ينطلق منتخب الديوك في حملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزوه في روسيا عام 2018، دبت المخاوف في نفوس الفرنسيين من أن تذهب مساعيهم أدراج الرياح بفعل الغيابات الكثيرة في صفوفهم والإصابات التي لحقت بأكثر من نصف الفريق وخصوصا الهداف كريم بنزيما. أما راقصو التانجو فينتظرون المواجهة الأخيرة بحذر، وقد ظهر نجم الأرجنتين ليونيل ميسي يضحك في التدريبات ما اعتبره كثيرون فأل خير. هذا في حين أشعلت تغريدة مشجع أرجنتيني تعود إلى عام 2015 مشاعر التفاؤل لدى جمهور الألبي سيليستي قبل مواجهة فرنسا. وبات المشجع خوسيه ميغيل بولانكو من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بسبب توقعاته بأنه في 18 من ديسمبر 2022 ليو ميسي في 34 من العمر سيتوج بكأس العالم ويصبح الأفضل في التاريخ.